بمناسبة ليلة القدر السيدة أسماء الأسد تزور دار الرحمة لرعاية الأيتام في ركن الدين بدمشق. وحدة من الجيش تحكم سيطرتها على العديد من المزارع الممتدة بين البحرية وميدعة في الغوطة الشرقية. الجعفري يؤكد أن مكافحة الإرهاب تكون بإقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها سوريا. أهلا بكم إلى هذه النشرة. بمناسبة ليلة القدر زارت السيدة أسماء الأسد دار الرحمة لرعاية الأيتام في ركن الدين بدمشق، وطلعت على تفاصيل معيشة الأيتام في الدار. بمناسبة ليلة القدر التي تصادف في 27 من شهر رمضان المبارك شهر الخير والرحمة، زارت السيدة أسماء الأسد دار الرحمة لرعاية الأيتام في منطقة ركن الدين بدمشق. جالت السيدة أسماء على أقسام الدار واطلعت على تفاصيل معيشة الأيتام فيه، واستمعت من القائمات عليه إلى شرح عن الرعاية والخدمات التي يقدمها لهم منذ الطفولة وحتى المرحلة التي يستطيعون فيها التكفل بأنفسهم. والتقت مجموعة من اليتيمات والأمهات المسؤولات عنهن وتبادلت معهن الأحاديث حول المراحل الدراسية التي قطعوها وحول شهر رمضان الكريم واستعداداتهن لاستقبال العيد، كما اطلعت على المنتوجات اليدوية التي تصنعها اليتيمات. أكدت السيدة أسماء على الدور المهم الذي تقوم به دور الأيتام في رعاية هذه الشريحة والاهتمام بها واحتضانها نفسياً وتربوياً كي تتمكن من القيام بدورها بالشكل الأمثل في المجتمع، معتبرة أن هذا العمل هو من أرقى درجات العمل الإنساني، لأن الإنسان هو الغاية الأرقى التي نعمل لأجلها جميعاً في سوريا، ذلك أن سوريا القيم والمبادئ والمحبة والخير لم تكن لولا الإنسان السوري الذي حفظ هذه القيم وورثها. وشكرت السيدة أسماء القائمات على الدار لما لمسته من جو أسري وعناية فائقة يولينها للأيتام والتي ترسم الفرح والبهجة على وجوههم. بدورهن أكدت القائمات على الدار أن ما يقومن به لا ينبع فقط من الواجب المجتمعي والأخلاقي والديني، بل ينبع من موروثنا الكبير في سوريا المتمثل في المحبة والإخاء ومساعدة الإنسان الآخر بصرف النظر عن معتقده أو دينه أو توجهه. وشكرنا السيدة أسماء على زيارتها وعلى رعايتها الدائمة لدور الأيتام. وفي نهاية الزيارة حضرت السيدة أسماء فعالية فنية أقامتها بنات الدار، قدمنا فيها أغاني عن شهر رمضان المبارك. يذكر أن دار الرحمة لرعاية الأيتام افتتحت عام 2007 وكانت تضم الإناث فقط، ثم في عام 2012 تم استيعاب الذكور حتى سن 15. وتهدف الدار إلى حضن الأيتام ورعايتهم نفسياً وتربوياً وعلمياً وصحياً، وتعتمد على نظام البيت البديل، حيث تضم 21 شقة يقيم فيها 350 طفلاً وطفلة، تقوم على رعايتهم أمهات بديلات يعيشن معهم في أجواء الأسرة الطبيعية.
دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عشرات الآليات لتنظيم داعش الإرهابي في خربة سعد بريف السويداء الشمالي الشرقية. وقضت وحدة من الجيش على تجمع لإرهابي داعش في محيط قرية الحقف المتاخمة لقرية القصر على أطراف البادية السورية. كما دمرت وحدة من الجيش مقرا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية جنوبي مدرسة زنوبيا. وقضت على مجموعة إرهابية للتنظيم كانت تقوم بأعمال التحصين شرقي مدرسة التمريض بدرع المحطة. وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق تواصل وحدة من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عملياتها، وأحكمت سيطرتها على العديد من المزارع الممتدة بين البحرية وميدعة في القسم الجنوبي الشرقي منها، بعد تدمير تحصينات وأسلحة للمجموعات الإرهابية والقضاء على العديد من الإرهابيين. وثبة جديدة تضيف إلى جغرافيا الجيش العربي السوري انتشارا أوسع في مزارع ميدعة الواقعة إلى الشمال من بلدة البحارية، إذ لطالما شكلت هذه المناطق قواعد انطلاق للمجموعات الإرهابية في محاولات اعتداءاتها المتكررة على مدى الفترات السابقة. تم تقدم السيطرة على بعض المزارع الميدعة التي كانت تشكل منطقة انطلاق لمجموعات الإرهابية باتجاه البحارية، وتم تكبيدهم خسائر فادحة بالعتاد والأرواح ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. التنسيق العالي بين مجموعات الاقتحام والخبرة الدقيقة في اقتناص فرص الهجوم أعطى بواسلنا أفضلية التفوق في هذه المعارك، ووضع الإرهابيين في طريق قتل شبه منفصلة عن بعضها البعض، وفسح المجال لذراع الجيش النارية لشل تحركاتهم. نحن الآن على أطراف بلدة ميدعة، حيث تمكن بواسلنا من السيطرة على مساحات واسعة من المزارع الواصلة بين ميدعة والبحارية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الغوطة الشرقية. تكتيك الجيش في هذه المعارك اعتمد على الاختيار الدقيق للمواقع الهامة بحيث يؤدي إسقاطها إلى إسقاط المساحات المجاورة لها بجهد أقل، كما اعتمد هذا التكتيك في أحيان كثيرة على التقدم بأمام ومجنبات معادية، وهو ما فاجأ الإرهابيين وألحق بهم أفدح الخسائر. نحن مجموعات الدفاع الشعبي نقوم بمساعدة الجيش العربي السوري، وتمكنا من تحرير المزارع الواصلة بين البحارية والميدعة. عمليات الإنزال البري التي برع بها بواسلنا في هذه المناطق أعطت حضورهم زخما جديدا، وفعلت عنصر المفاجأة في ظل استمرار المعارك، وحولت تحصينات الإرهابيين إلى نقاط ضعف. نفذنا عملية إنزال ضمن تحصينات المجموعات الإرهابية المسلحة، وتم تكبيد المسلحين خسائر فادحة وتمت العملية بنجاح. هذه أهم التحصينات للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تم وضع خطة مناسبة واقتحامها وتدميرها، وكان يعتبر مقر قيادي لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة. على الرغم من صعوبة الجغرافيا وكثافة التحصينات والخنادق التي ربط من خلالها الإرهابيون المزارع والأبنية مع بعضها البعض، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لعناصر مشاة الجيش العربي السوري. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري على ضرورة منع تزويد المجموعات الإرهابية بالمزيد من الأسلحة ولا سيما الأسلحة الكيماوية.
شكرا سيدي الرئيس. خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مراجعة استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب بعد 10 سنوات على إقرارها، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري على ضرورة منع تزويد المجموعات الإرهابية بالمزيد من الأسلحة ولا سيما الأسلحة الكيماوية. الجعفري عبر عن أسفه من أن تبادر بعض الدول النافذة في مجلس الأمن إلى عرقلة تصنيف المجموعات المسلحة على قائمة الإرهاب، مضيفا أن محاولة بعض الدول الأعضاء تبرير تدخلها في سوريا يمثل تلاعبا بأحكام الميثاق الدولي وتضليلا للرأي العام. ومن المؤسف أن تبادر حكومات دول أعضاء في مجلس الأمن لعرقلة إدراج بعض تلك التنظيمات التي ذكرتها على قائمة الإرهاب، لا بل والسعي لتجميلها وإسباغ الشرعية عليها بوصفها قوات معارضة سورية مسلحة معتدلة حينا وجماعات من غير الدول طورا ومجموعات مسلحة متمردة أحيانا أخرى. وأشير هنا إلى أن بعض حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد علقت قبل أيام فقط البت في طلب سوري لإدراج التنظيم الإرهابي المسمى جيش محمد أبو عبيدة المهاجر، رغم إعلان هذا التنظيم الإرهابي ولاءه لجبهة النصرة والقاعدة. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة شدد على أنه من الحيوي التصدي للأفكار التكفيرية المتطرفة وللتحريض على العنف والإرهاب والعمل على قطع وتجفيف موارد تمويل التنظيمات الإرهابية المتأتية من الدعم المباشر الذي تقدمه بعض الحكومات والدعم غير المباشر الناجم عن دخول بعض تلك الحكومات في تعاملات تجارية بالنفط والغاز والآثار مع الجماعات الإرهابية. إن التحديات الماثلة أمامنا كبيرة جدا وخطيرة جدا، فظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين تم استقدام عشرات الآلاف منهم من أكثر من 115 دولة عضو في هذه المنظمة الدولية وفقا لتقارير الأمم المتحدة إلى بلاد سوريا بدعم وتسهيلات من حكومات دول معروفة للجميع في مقدمتها حكومات تركيا والسعودية وقطر، تدفعنا إلى التساؤل عن مدى احترام بعض حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمة لالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، وتدفعنا أيضا للمطالبة بمساءلة تلك الحكومات عن انتهاكاتها للقانون الدولي. وفي ختام كلمته رحب الدكتور الجعفري بالجهود المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أنهم كثر للأسف في سوريا، ولذلك جدد التأكيد على أهمية دعمهم ومساندتهم للتعافي والقيام بدور فعال وبناء في مجتمعاتهم وفي التوعية ضد الإرهاب. وفي موسكو أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لواء إيغور كوناشينكوف أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أخفق في وقف الإرهاب في سوريا. وفي تصريح للصحفيين كشف كوناشينكوف أن خروقات اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تسجل في أماكن تتواجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من واشنطن. ويذكر أن اتفاق وقف الأعمال القتالية دخل حيز التنفيذ في 27 من شهر شباط الماضي، وهو لا يشمل تنظيمي داعش والنصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية. بالتوازي كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن عمل جدي في مجلس الأمن الدولي لدراسة مشاريع لقرارات خاصة بمحاربة الإرهاب. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد أن عملاً واسع النطاق يجري في مجلس الأمن على مستويات ومسارات مختلفة لمحاربة الخطر الإرهابي بما في ذلك في سوريا، مشدداً على أن الأزمة في سوريا تعتبر حالياً من أولويات مجلس الأمن الدولي وستبقى في مركز اهتمامه. وبخصوص الاتفاق على قائمة الإرهابيين المشتركة، قال المندوب الروسي إن هناك بعض الخلافات بهذا الخصوص.
هناك بعض الخلافات بهذا الشأن، نريد أن ندرج في قائمة الإرهابيين منظمتين أخريين إضافة إلى داعش وجبهة النصرة، ولكن بعض زملائنا يصرون على عدم إدراجهما في القائمة لأنه عندها لن يكون بالإمكان إشراك ممثلي هاتين المنظمتين في المفاوضات، إذ يرفض الجميع التفاوض مع الإرهابيين. تشوركين أوضح أن موسكو تعتبر هذا الموقف غير صحيح. أولا لأنهما تستخدمان الطرق الإرهابية وتتعاونان مع جبهة النصرة وإلى حد ما مع داعش، لذلك تستحقان أن تعتبرا إرهابيتين. وثانيا لا نرى أي مشاركة بناءة من جانبهما في الجهود الرامية للتسوية السياسية في سوريا. الولايات المتحدة والدول الغربية ما زالت تؤمن الغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتمولها وتسلحها في سوريا من خلال رفض أي مناقشة لإدراجها ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية التي تبناها مجلس الأمن الدولي والتي لا تحوي سوى تنظيمي داعش وجبهة النصرة. نتابع في النشرة أيضا، المقاومة الفلسطينية ترد على جرائم الاحتلال وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة ثلاثة. فوق الربا بين السهول رجالنا، غار ونور من حماة ديارنا، المجد كل المجد فوق جباههم، حملوا على أكتافهم أحلامنا. هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا، ها قد أطل على الوجود فوارس نسجوا البطولة من مآثر عزنا. دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية مقرين لتنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك زويتينا في البقاع الشمالية، وتمكنت من إيقاع إرهابيين قتلى ومصابين. وذكرت قناة المنار أن المقاومة الوطنية اللبنانية رصدت تحركات لآليات وإرهابي داعش حول هذين المقرين في جرود رأس بعلبك زويتينا، فاستهدفتهما بالصواريخ والأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرهما وقتل من فيهما. تمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة ردا على جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة والقطاع. تفاصيل المشهد الفلسطيني في تقرير خليل إبراهيم. لم يتأخر رد المقاومة طويلا على جريمة الاحتلال بإعدام الشهيدين تيسير حبش على حاجز قلنديا وسارة طريرة قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، حيث أقدم مقاومون فلسطينيون على تنفيذ عملية بطولية في الخليل أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بجراح بالغة. وللتضييق على الفلسطينيين والحد من قدرتهم على المشاركة في انتفاضة القدس التي دخلت شهرها العاشر، فرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا على منطقة الخليل بعد عملية إطلاق النار التي نفذتها مجموعة فدائية، كما قررت نشر كتيبتين من المظليين وجولاني في الضفة الغربية المحتلة. وفي خرق جديد للتهدئة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية ووشة للحدادة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين والتسبب بأضرار مادية. مصادر فلسطينية ذكرت أن طائرات الاحتلال عاودت غاراتها لتقصف موقعين في شمالي القطاع وجنوبه. وكانت سلطات الاحتلال قد ادعت أن صاروخا قد أطلق من غزة أصاب مبنى في مستوطنة شيداروت والحق به خسائر مادية. تصاعد العمليات الفدائية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي يعكس إصرار الفلسطينيين على استمرار الانتفاضة دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم.
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على حي 700 وسط مدينة سرت ودحر إرهابي داعش منه. وقالت مصادر مقربة من قوات حكومة الوفاق أن القوات تتقدم نحو مستشفى ابن سينا ومحيط مركز واغادوغو للمؤتمرات، مشيرة إلى أن سلاح الجو يكثف قصف مواقع عناصر تنظيم داعش لطردهم من المنطقة. أعلنت الأجهزة الأمنية في بنغلاديش القضاء على 6 إرهابيين والانتهاء من عملية تحرير رهائن الذين احتجزهم إرهابيو داعش في مطعم هولي أرتيسان داخل حي دبلوماسية في العاصمة داكا. وقالت مصادر أمنية في بنغلاديش أنه تم تأمين المكان وتحرير 13 شخصا، اثنان منهم أجنبيان. وأضافت المصادر أن الوضع بات تحت السيطرة بالكامل وتم إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين. إلى العناوين. بمناسبة ليلة القدر، السيدة أسماء الأسد تزور دار الرحمة لرعاية الأيتام في ركن الدين بدمشق. وحدة من الجيش تحكم سيطرتها على العديد من المزارع الممتدة بين البحرية وميدعة في الغوطة الشرقية. الجعفري يؤكد أن مكافحة الإرهاب تكون بإقامة تحالف دولي فاعل ضمن إطار الشرعية الدولية وبمشاركة الدول المعنية وفي مقدمتها سوريا. النشرة انتهت، في أمان الله.